القدس الإله الواحد أمين. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، الإصحاح الأول. بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه وغفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة، إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة، ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك الذي فيه أيضا نلنا نصيبا، معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته، لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم استمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجدي. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. نعمة الله الآب تكون مع جميعكم. آمين. رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس كتبها هو في سجن روما، وكتبها في هدوء السجن وكتبها بتركيز شديد. والحقيقة كلمة أفسس زي ما إحنا نعرف معناها محبوبة، وأفسس مشهورة في التاريخ طبعا، بولس الرسول لما زارها قعد فيها وقت كبير. وفي الرسالة دهيت وهي بتتكون من 6 إصحاحات بتنقسم لقسمين، قسم الأول قسم لاهوتي ممكن نحطه كده تحت عنوان نحن في المسيح، عشان كده هتتكرر فيه كلمة في المسيح. والقسم الثاني اللي هو النص الثاني بتاع الرسالة المسيح فينا، والرسالة كلها بتتكلم عن عنوان واحد اسمه المسيح رأس الكنيسة والكنيسة جسد المسيح، بس هو في الرسالة دي بيركز أكتر عن الكنيسة جسد المسيح، عشان هيجي بعد كده في رسالة كولوسي ويشرح أن المسيح هو رأس الكنيسة. في الإصحاح الأول بتتكرر كتير كلمة في المسيح، اختارنا فيه، في المحبوب، في نفسه، رجاؤنا في المسيح، متكررة كتير خالص. والحقيقة الإصحاح كله واضح وجميل، لكن في النهاية بيتكلم على التي هي جسده الكنيسة طبعا، ملء الذي يملأ الكل في الكل. هنا بيحاول يقدم لنا مفهوم مهم جدا، وهو اعلموا بركات المسيح، بركات المسيح اللي قدمها لنا، واعلموا دي موجودة في العدد رقم 18. اعلموا
أحيانا الواحد ينسى، أحيانا الواحد يتكاسل، أحيانا الواحد ما يبقاش واخد باله. لكن القديس بولس الرسول هنا بيأكد على الكلمة أعلمه. أعلمه هنا شيء مهم خالص، يقول مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. يعني شوف قد إيه النعمة اللي أنت فيها، لازم تبقى عارف. وعشان كده الكنيسة موجودة في حياتنا لأنها هي سر المعرفة. وانت بتصلي صلي من أجل المعرفة، معرفة المسيح في الكنيسة، وتكون المعرفة ده هي معرفة عميقة وتكون مستوعبها. زي بالضبط لما يدخل مدرس ويبتدي يشرح درس، ففي طلبة يستوعبوا 100%، في طلبة 50%، وفي طلبة 20%، سواء أقل أو أكتر. أنت مفروض تكون مستوعب ما قدمه المسيح لنا من نعم ومن بركات، تكون مستوعبها كلها وقادر أنك تدخل إلى أعمقها. اسمحوا لي أقرأ الآية تاني، 18، مستنير عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. يبقى الشكر النهاردة إحنا بنقدم شكر للمسيح على كل هذه البركات اللي قدمها لنا واللي بنحاول نكتشفها ونعرفها يوم ورا يوم. فأعتبر الإصحاح كله أنه بمثابة تسبيح وصلاة بنشكر فيها وبنختبر وبنعرف بركات المسيح اللي قدمها لنا كل يوم. أعتبر دي وسيلة الشكر من خلال تسبيحك وصلواتك، انك بتقدم شكرك لله على كل هذه النعم. ربنا معكم.